جزاكم الله خيرا. بعض الفرق الضالة تعرف بأن المنهج السلفي هو الحق وتعاند وتجحد وتجادل بالباطل، فكيف تكون المعاملة معهم في الولاء والبراء إن كانوا خارجين عن الدين؟ هؤلاء يعادون معادات تامة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإذا كانوا خارجين من الدين ومرتدين فيجب معاداتهم. وأما إن كانوا عصاة لم يخرجوا من الدين لكن عندهم مخالفات وهم عصاة، هؤلاء يعادون من جانب ويحبون من جانب، يعادون من بقدر ما فيهم من المخالفة ويحبون بقدر ما فيهم من الإيمان، يجتمع في حقهم المحبة والبغضة. أما الذي يعادى معاداة خالصة فهو الكافر خارج من الدين والمرتد عن دين الله عز وجل. نعم.